جد نشكر أستاذ النقيب الكلمة الطيبة، نشكر السلطات جميعاً على الوقت الذي معانا اليوم علشان يكون موجود هذا المجمع الصحفي اللي أنا عارف جميعاً كلكم تستنون ولا تفهمون. أنا راح أنزل معكم بالدرجية بشكل من لهجة شوية كشي. أنا عشت على ترابها الوطن دبام تقريباً العام بس، وشفت من الشعب المغربي أشياء لم كن أتوقعها. شفت منهم إنه كاينين الناس الرجال اللي بالصح اللي كيوقفوا معك كيوازوا كيكونوا معك في المهن، وشفت في نفس الوقت وناس ما كانوش على دراية بالأمر، وأنا أسميهم الفئة هي الفئة اللي تحفظ الكلام وليست فاهمة الكلام. أتمنى منكم اليوم أنتم كلكم بوجودكم أن توصلوا الصورة صحيحة. الأستاذ 24 راح يطرح لكم وراح يفصل لكم جميع مجريات الحكم من ألف إلى الياء. وأتمنى منكم كصحافة نزيهة أنتم اليوم متواجدين معنا أن توصل الرسالة بطريقة سليمة علشان الكل يفهم، ما يبقاش الناس عندنا احنا الناس فاهمة أو حافظة، احنا بغينا الناس تفهم ده. أنا توحشت بلادي، أنا صار لي سنة ونص مثل ما قلت لكم، توحشت أولادي، توحشت الخدمة ديالي، توحشت الشركات، توحشت كل حاجة أنا أفتقدها، ولكن لإيماني بزوجتي أنها هي بريئة تامة، وقبل ما هي استمرت أن تكون زوجتي، أنا دائما أقول الدنيا بالنسبة لي بنتي. الدنيا أنا اللي ربيتها، وما أعتقدش إنه الدنيا اللي كل الناس يفهموها ويعرفوها تكون متبرعة لواحد من مليون من هذا الشيء، وهذا سبب إنه أنا أكون اليوم متواجد ولا سوف أبقى متواجد معاها لآخر يوم لليوم اللي راح إن شاء الله تغلق في براءة ديالها اللي إحنا إن شاء الله كنا مؤمنين فيها مؤمنين في السلطات المغربية والقضاء المغربي. وشكرا لكم على حضوركم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.